بداية وفي النشاط البرلماني رد الوزير الأول أحمد يحيى اليوم على انشغالة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان سياسة العمل للحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشار بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وهذا بعد 4 أيام من النقاش. الوزير الأول أكد أن الحكومة أنجزت العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، والجزائر أصبحت اليوم بلدا يصدر العديد من المنتجات وهي مضية لتحقيق إنجازات مستقبلية. أحمد يحيى أضاف بأن المؤشرات الاقتصادية الحالية للبلاد تستدعي تغذية الأمل. احنا الشيء اللي نقدر نأكده لكم أن بحكم مسؤوليتنا نعمل من أجل تحقيق سعادة المواطن. احنا خدامين واش؟ خدامين بلاد. هذا العمل اتى بنتائج وبارك الله فيكم حتى اللي عارضونا اعترفوا باللي فيه تقدم. هل هذا العمل وصل للكمال؟ ما وصلش للكمال، لكن نقدر نضيف الى الفرح او عدم الفرح واجب تغذيه الامل الاسبوار. وهنا ناخذ 3 امثله. السكن، قلنا توزعت 1,200,000 سكن، ما زال آلاف ومئات الآلاف من العائلات تنتظر السكن. نبشروها من باب الأمل أن هناك 1,000,000 سكن مبرمج. رأت قلتها لكم مقبلات، أكثر من 800,000 منها راه يطور الإنجاز، ماهيش مشروع، راهي شانتي. ما زال آلاف ومئات الآلاف من العائلات تنتظر السكن. نبشروها من باب الامل ان هناك 1,000,000 سكن مبرمج. راهت قلتها لكم مقبلات، اكثر من 800,000 منها راه يطور الانجاز، ماهيش مشروع، راهي شانتي. تكلمنا على الطاقه وقلنا ربطنا بالغاز الطبيعي 1,600,000 بيت في ال5 سنوات الاخيره. نزيد نبشر باللي 424,000 عمليه ربط العائلات للغاز الطبيعي في طور الانجاز. في المدارس قلنا أن أنجزت وسلمت في 5 سنوات الأخيرة 1,000 ثانوية وإكمالية وأقسام، و700 مطعم مدرسي، ووجود 9,000 حافلة لنقل التلاميذ. نبشر كذلك أن في طور الإنجاز حاليا 1,700 ثانوية وإكمالية، 600 مطعم مدرسي إضافي، 7,000 حافلات مدرسية جديدة. ونزيد نضيف، كنت كلموا لكم على الإحصاء، قال انتجنا كذا، ما نجيناش نتبهاو، ما درنا إلا الواجب وجزء من الواجب، لأن كل ما بقت نقائص فالواجب مقصرين فيه. مثل ما قلت لكم من واجبنا كذلك نغذي الأمل، وهذا اللي خلانا أعطينا لكم حصيلة 2 سنين، حصيلة 5 سنوات، وحصيلة 20 سنة.